نظرا للظروف الاستثنائيه اللي تعيشها بلادنا سنة ماناش باش نجموا نحتفلوا كالعاده براس العام، معناها التوانسه مش باش ينجموا يخرجوا، مش باش ينجموا يسهروا وكل شيء. ساعه انت في العاده تحتفل براس العام ولا لا؟ لا لا، في الدار مع العائله. يعني السنه مش باش يكون ما عندوش حتى تاثير بالنسبه ليا، خاطر كل عام في الدار. والظروف بالنسبة للبرشة توينسا يحبوا يخرجوا، يحبوا يسهروا، يحبوا يبدلوا الجو، هذيك هي ظروف البلاد وظروف العالم الكل ديجا، مش كان تونس كهاو. إن شاء الله العام الجاي، إن شاء الله بقدرة ربي نعوضوه العام الجاي، كان سهل ربي وبعدت علينا الكورونا. في الدار عمري 20 سنة ومش نخرج نسهر بالليل، ماهوش جوري ماهوش جوي. لمتي مع الدار يهز فيه البرك. سامحني ساعة وإحنا قاعدين نحتفلوا كالعادة، سامحني أنا قاعد نشوف فيها معناتها ماهيش كالعادة بالكل، معناتها في الرسمي ماهيش كالعاده بالكل، برنامجي انا راس العام هذايا في الدار كالعاده. قلت لك رجعنا نحتفل في دار، نصر في داري انا ومرتي وولادي. في العاده كيفاش تحتفل بيه؟ العاده في دار، كل عام في داري، ما نمشيش حتى بلاصه. في العاده ما نحتفلش، ما نحتفلش. والعائله؟ والله العائله كيف كيف، اما ما عندي الاولاد مرات يمشوا مع اصحابهم وكذا، اما بالنسبه لنا ما نحتفلش. وصحيح عندها طعم خاص، معنا امور سلبيه اكثر منها ايجابيه، فهمتني؟ ثم حزن في القلب عده اسباب، فهمتني؟ انا شخصيا ما احتفلش بها، انا عشت حتى البرة، معنا اكثر لي الجو غاديكا يحتفلوا، معنا تحس اكثر من هنا تقاليدهم. 21 عام عشت حتى 2012، ومع هذا ما كنتش نحتفل بها، كنت نشوفها فراجي نتفرجوا برا، اما ما نحتفلش بها. طبعا يعني أنا نحتفل كسائر المواطنين، وهذا أمر طبيعي. في العادة في الدار، في الدار مع العائلة كهو. يعني الإجراءات الاستثنائية متاع سنة مش باش تقلقك؟ أنا شونجي ديجا في الدار مع العائلة، وما خيرش من العائلة، ضحكة ولعبة بون عشي يكون سبيسيال شوي وكهو. نحتفل نحتفل، معناها كما العرب الكل نحن مسلمين ديما نحتفلوا براس العام، اما هو صحيح ماهوش نتاعنا، خلقوه القوار اللي معناها كلها معناها ضد الشعوب العربيه، فهمتني؟ وان شاء الله ربي يعيدوا علينا بالصحه والسلام على العرب الكل. اي فوسنا باش تحتفل ولا لا؟ والله انا عندي دارنا ما يعترفوش به الموضوع هذا، فهمتني؟ انا ما يقلقنيش، انا كيما نجم نحتفل بيك ما نجمش معناها. انتوما في العائله شكون يجي بحذاكم؟ والله مرات تجيش امي بحذايا، مرات احنا نمشي بحذا لوستي، نتعشى ونسهروا مع بعضنا، واغلبيه الوقت انا وولادي وراجلي. اهم شيء اللمه معناها. اللمه فوالا، احنا توا اكثر حاجه محتاجين للمه. قل لي انت ساعه من سيل اللي تقعد في الدار وتعمل امبيونس وحدها بالموجود ولا كيفاش؟ والله العظيم انا والظروف في اللحظه هذيك كاين ظروفي سافا وينو ندلل روحي شويه، كاين ظروفي اكيكا وبرا نمشي حسب الظروف اللي موجوده، فما فلوس وينو ما فماش، زاد مش باش الواحد يقعد للشهر يعمل نسيب الكتب وربي وكا. وسنة شنو برنامجك شنو حضرت؟ والله السنة هاني مع العائلة، هكا أمي أمي باش تشري شوية حوت شوية دجاج وكا، هذيك هي ما مش ما مش يعني مش لازم بالدور، المهم نبداو لاباس هذيك الفايده. عادي كمل سكول نعمل عشاء وكاو، فهمت؟ تشري جاتو ودجاج احنا جاتو ديما ناكلوه على طول العام، احنا نصيبوا وحدنا في الدار ما نشروش احنا. الجاتو نعملوا وحدنا في الدار. ديما على طول العام ناكلوا احنا، مره في شهر مرتين نعملوا جاتو. ودجاج؟ ودجاج كيف كيف وحدنا نعملوا كل شيء وحدنا. غيان سبيسيال، مو عشاء عائله مع بعضنا وكاو. سهريه في العاية في الدار وكهو، باش نعملوا عشاء سبيسيال. هبطوا باش نشوف لولادي ناخذهم شي حاجه هكا كوم كادو وكهو. سبيسيال شنو فيه سبيسيال هذايا؟ شنو هو البلا؟ قلت لي باش نعمل عشاء سبيسيال. والله نستنى ساعه هم اللي ولادي يعطوني المينيو، هم يدللوا وانا عليا كان طيب. هما اللي يحكموا الدنيا الكل. يحكموا اي فوالا، ولادي هما والمسيو هما تاج الراس. وانت مهمتك تنفذ. فوالا. يسيرش، شو باش نعمل له؟ حضرت لها برنامج. انا خالتي هذه على فكره. فوالا دونك انت خالتك وامك باش تعدي راس العام بحذاها؟ الباب في الباب. الباب في الباب انا خالتي. خالتها وجارتها. خالتي وجارتي فهمت؟ اي عيلتي.
عائلتي هما عائلتي هما كل شيء، امي وبابا واخويا واخواتي هما ولادها، فهمتك؟ كالعادة في الدار يعني، قبل في الدار وتوا في الدار، ما هوش تبدل حتى شيء. اكيد باش تتشرد هكا وتتدلل وتحب تاكل حاجه سبيسيال كما قالت لك. انا ما نشردش، اللي موجود ناكل. عطينا تاكل بركه. اللي موجود ناكل ما نشردش انا. لا انا ما نعملش دجاج، ما نحبش الدجاج يريش. انا الحوت نعمل، ما نكذبش عليك، عشاء يبدا فيه حوت في الميلاء ومذهبية. هو راهو نقول لك ما خذ خاطر خاطر في المراه، انا مذهبية راهو اول معناتها ما نحتفلش الليله الاخرانيه، مذهبية انا نحتفل في اول نهار معناتها في العام، معناتها باش العام هذاك في ميلان نعديو ديما معناتها شيخات واحد، فهمني؟ ها الميزانيه قداش حضرت للجاتو والحوت؟ خلينا نقولوا ساعه راهو شو انتر جيميز، راني انا كل شيء نعمله في الدار. الجاتو هذا اللي يحكيوا عليه ولا لا، وحدي نشيخ روحي في ميلا على حسب ما نشوف. اخويا ما توريو انتوما ساعات، لا اخويا اسمح، وحدي جاتو نتاعي واموري في ميلا كيف في ميلا زاد، ونعملها زاد بحاجه من حاجه معناتها معتبره كما نقولوا. ميزانيه ما تطلبش حاجه كبيره، سيرتو احنا طو مثلا انا الظرف نتاعي عندي زوز لبرا مشاو على رواحهم، ربي معاهم، معايا ولدي هذا صغير والمراه، ثلاثه من الناس، ما تطلبش اكثر من 60,000 كان هذه في اذا تحلينا في العريض معناتها، فهمني؟ بيت المدام فرحانه. تعرف قداش عندي اليوم؟ انا عندي 38 سنه معرس، معناتها يلزمها باش تبات فرحانه. مش انت قررت باش تشري كل شيء في دارك، هذه ربحك مصروف ولا ما ربحكش؟ والله يقول لك ما ثماش ثم ديفيرنس، هي كي تشري دجاجه طيبه وحدك انت، اولا تبنى نظيفه وتذبحها انت وحدك تاخذها حيه، فهمتني؟ خير من تشريها انت طايبه وما تعرفش عليها انت الدجاجه هذيك جيفه ولا دجاجه نورمال، ما تعرفش عليها شارفه ولا صغيره، ثم تجي الشارف على خاطر فهمتني، يحطها لك في الفورت من بعد ولا تري، فهمت؟ بتبيعها تطلع اقل، هي دجاجه ب 15,000 تو هاك ولا فهمت؟ عاد انا كي طيبها ناخذها ب 10,000 نطلع عندنا ربح. مش على الفلوس، انا راه ما يهمنيش الفلوس، فهمت؟ انا على الكاليتي وعلى النظافه. علاش تفضل انك تعمل دجاج وجاتو في الدار وما تشريش من الشارع؟ على خاطر انا كي نسمع اللي ثم طرنات دجاج سي ناصين، معناها ما عندهم تصلوا هيا، كيف تحبني نشري دجاج؟ كي تسمع اللي ثم 20 طرنات ذراع جاو، كيف تحبني نشري ذراع؟ فهمت؟ انا حتى الحوت نشري من البحر، فهمت؟ نمشي ناخذه من البحر، فهمت؟ نمشي البنزرت ولا الحمام الانف ولا نمشي ولا نوصي يجيبوا لي من الواحد، ما نشريش الحوت المربي، فهمت؟ يعني ما عادش عندك ثقه في المنتوجات التونسيه؟ ها جمله، حتى انا شخصيا ما نفطر في الشارع البر، نفطر في دار، فطور صباح ولا في الليل ولا في القارب، ما بعمري ما نفطر في الشارع، عاد خير من السوري معايا من الدار، فهمت؟ خاطر ما ثميش بالحق، كل شيء غاشه ولا توا، فهمت؟ الغاشه كثرت ومسكرشين ولا مسيطرين على السوق، ويبيعوا بالجيفة والحلال والحرام والفاسد وكل على بعض، فهمت؟ كي تسمع عندي بقرة عندها السل هزوها البطوار، كي تسمع اللي دراع فاسد، كي تسمع اللي وزير يجيب في الزبلة، مازال تونسي ما عادش بعد الانقلاب اللي صار في 2010، ما عادش ثم البلاد وفات، مش ثورة، انقلاب. عندك ثقة في الجاتو في الدجاج اللي يتباع ولا تيش طيب في الدار؟ لا ما عنديش ثقة الحق متاع ربي، لا في الجاتو لا في الدجاج. ليش؟ خاطرها شفنا بعينينا الشاي موجود وعرف فيه في التلفزة ونشوفه فيه بعينينا، مع ناس ثقة ممكن فهم بلاس معينين نمشيو لهم باش نشريو مثلا شوية جاتو ولا شوية دجاج وكها زيدا. والله حتى على أمي قلت لها مش لازم جاتو، الجملة موجودة على طول العام مش لازم نشري، يعني ما تشوف الغشة موجودة ما حبش تبعد، مع زيد الظروف هذية زيد العبيد زيد تضغط أكثر واللي تغش أكثر في المناسبة هذية، يكثر الغش ويكثر الفساد ويكثر كل شيء، والإنسان ما يحافظش على روحه يعمل اللي يحب. يلزم ثم رقابة في الحكاية هذية، نحكي على حوم الشعبية معناها سيرتو في الياسمينات بالعروس موجودة من الحكاية هذية، فهمتني؟ يلزم ثم رقابة، يلزم الدولة تتدخل في الحكاية هذية، فهمتني؟ ونحترم الدولة ونحترم الوزارة الكل، وأنا نخدم في شركة فرنساوية، معناها تعلمت برشا حاجات من الفرنسيس ومن المديرين من الريسبونسابل من الديكاليتي على بعضهم، فهمتني؟ وانا ايش نقول لك، انا يلزمهم يدخلوا في الحكايه هذه في برشا حاجات، في الدخان في القهوي في برشا حاجات، فهمتني؟ ومش تونس بركه في الحاله هذه، الدول الكل في الحاله هذه، دول العربيه. شو هي ظرف
فهمني لا استثنائي فهمني. والله ونحسها بكساء وانا ندور تو نحس فما تحب الناس تحب تخلق البهجة اللي هي تفقدت في 2020 بالظروف الاقتصادية بالظروف متاع الجائحة هذه. يا أخوي إن شاء الله ربي يجلي علينا الغمة شو نقول لك إن شاء الله في الميلاء. أنا برسونال ما باش نحتفل برغم الظروف ورغم الواحد يلزمني نحتفل، ما يلزمنيش نرمي المنديل، ما يلزمش. أنا بالنسبة لي أنا معناتها الإنسان في تونس ما يلزموش معناتها يبندن فهمني. أحنا خاطر تونس من الأول ديما عندك البهجة وديما عندك فهمني، وإن شاء الله ربي يقدرنا باش نمروا بهذا الظرف هذا.